أخبار اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن نبني جسراً من التواصل على أرض الحضارة. ففي إطار التعاون بين وزارتي الآثار والطيران المدني بشأن عرض مجموعة من القطع المميزة بمتحف ترانزيت المطار، والذي هو مركز التقاء العالم للتعريف بالحضارة المصرية، ليعرف العالم أجمع من زوار المطار أن لمصر حضارة تعبر عن أمجاد المصريين.